غريب في الموضوع، ما في رادار للحين. حد على الفاضي. اوه هذا يا الله ينعل الأم ساحر يا ليه ما قلت لي يا زك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في لعبة رك سيميليتر. هذه اللعبة اللي من زمان ودي صراحة انزل المقاطع هذه، مقتطفات صارت لي في هذه اللعبة ومقاطع ضحك كنت العبها مع ابو حميد، اغلبكم يعرفونه. المهم يا جماعة الخير، اللعبة هذه خرافية ورب الكعبة من اجمل العاب السيميليتر. يعني بعض الشباب يمكن يقول يا اخي السيميليتر تستهبل، اوصل شحنة كذا واجلس اسوق شاحنة كذا ومشاوير، ورب الكعبة يا شباب يعني ما ودي احلف كثير خلاص، بس شيء جوها عليل، جوها اسطوري، خصوصا لو كانوا معك 2-3 شباب كذا واكثر، توصلون شحنات مع بعض وتروحون مثلا تدخلون ايطاليا مدري فرنسا، يوم تدخلون فرنسا مع الحدود ينقلب الشارع، تصير انت تسوق يسار، يوم تدعم بالغلط يصير عندك على اليمين تشوف الفلوس كذا نقصت وتنقهر. والاجواء في الليل عاد، وكلها الاجواء في الليل الصباح كل شيء، لعبة اسطورية. بالله شوف احكم عزيز المشاهد. والله انا ادري ان الجودة عندك ابدا مش نفس الجودة اللي عندي، ولكن يا جماعة الخير ايش هذا؟ شوف كيف المطر، شوف كيف الاجواء الجميلة، يعني فيه وتحصل عالم كذا ناس ما تعرفهم. المهم ما ودي اطول مقدمة، مثل ما قلت بس في شغلة، اول مقتطف عندي الموقف لانه ما كان مسجل من البدايه للاسف. انا كنت ماشي في خط وابو حميد كان وراي، شايل انا وياه شايلين نفس الحموله نوصلها نفس المكان. المهم اني كنت داعس ومشيت عليه، وانه هو وقف شوي راح ورجع. المهم اني تقدمت عليه، وطبعا حصلت رادار. الرادار يا جماعه ترى نكبه، تشوف هذه العلامه مثلا تقول لك انا في رادار. المهم اني صورني الرادار وما علمته، قلت له يا اخي ليش ما في رادار وكذا. المهم انه يوم جاء لا تفوتكم ردة فعله، والله اني جلست اضحك، وان شاء الله انكم تستمتعون بالمقطع بشكل عام ويكون مفهوم لانها لقطات كذا مقصقصة كثير. لا تنسوا تكتبوا لي في الكومنت واللايك يا جماعة الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وينك يا اخوي ما اشوفك؟ اصبر توني داخل. اول مرة اجي هذه المدينة. غريب في الموضوع، ما في رادار للحين. حد على الفاضي. اوه هذا يا الله ينعل الأمة ساحر يا ليه ما قلت لي يا زك؟ طيب يا حي ما تسرب بيتك فلوسي سالب يا شيخ يا زك، والله اوسخ منك. خليك تطمن، عرفت؟ مشكلة سالب 200 الحين. الله يزيد ويبارك اجل، ها الله يزيد ويبارك يا زق. المشكلة تدري شو متحسف عليه؟ انتظرت. اي والله الحسافة على الانتظار، بس انتظرك لا وجهي قبالي. لا وسحب عليك. سحب عليك بعد. حلا تبي والله من دخلك. لا ثالثة. جرب من وراء الحمولة. كملها إلى 50. أكد من جدك. أوح. وانت دي شو وضعك؟ يا
ادري شنو صاخر. سمك بعيد. بعيد جنبه يحذف على يسار يقول لي بعيد. ام الحالة يا شباب. لا الموتور 47 كله. شوفني بعيد منك. ابيك تشوف ورا وتقبل. انتبه يا محمد انتبه يا كلب. لا لا كم بالمئة؟ سكران انت سكران. شو السواقة؟ لك 3 ايام مدري 4 ايام. الله يعينك. قال لي مكفى اكثر من اسبوعين. انا اعتذر. قبعتها رجل ريوس مدري نازل الضارب. حسيته كذا بينزل الدريشة ويسب. يمديك تعدل المرايات، يمديك تعدل الجلسة، يمديك تعدل التركسون، يمديك تعدل جلسة اللاعب. العشرة الاف وين يا ابو حميد انت حقك؟ والله حلوة عشرة. شفت شيء انت؟ لا والله ما اظن. حركة ما عليك جربها صدقني تعجبك ما حد يخالفك. طلعت منك يا اخي. وش هالعالم ما تعرف شو. استغفر الله. يا ولد ايش يسوي هذا؟ لا اله الا الله. والله يا جاي مطير على شيشة البترول. اه صدم 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 من قدامي صدم. والله يا ابن شطح. حل والله انه اكل العشب. حادث أليم حادث أليم. والله يا كلب زق يا شباب. شيت والله يا كره. والله كرهني يا رجل. معي حموله لو تشوفها. والله ان اكل زق صدمها. انا عديت عدت المكان بالغلط. وخر وخر يا فيصل. من ال يا اخي وش الشغله هذه؟ يا ليل الرئوس هذا. وخر يا زك وخر. انت اطلع من حياتي بس اطلع من حياتي. دبرت نفسي ولا لا؟ خلاص. وخر الله ادري ولا انا وخر. وخر. السيارة صارت محروقة. دريول هنا يا حبيبي.